نيمار في الاستلام، يدخل نيمار ونيمار، هذه الكرة دي ماريا ودي ماريا، جول ماركينيوس البرازيلي براسية، يمنح الأفضلية لكتيبة باريسية. الكابيتان ياناكي، هل يخرج مباراة كبيرة؟ دريسا برناردو سيلفا ممتازة، شو مرة يفعل الآن، فرصة خطيرة، نافاس حاضر كالعادة، شوف وكيمبيمبي خطيرة، دي بروين بطريقة فنية رائعة جدا، دي بروين يرفع، دي بروين جول السيتي يسجل، السيتي يعدل، فعل الكابيتان دي بروين فعل كما فعل. لمن ستكون الكلمة؟ رياض جول، فعل محارب الصحراء رياض محرز، نعم يحرز ثاني هدف، رياض جابها، رياض خاطئة، ورياض يا رياض، الكرة مرة جانبية يا رياض، كانت المباراة كنت مبدعا اليوم يا رياض يا ميران، ولو أن كيليان امبابي تدرب ماركو، وهذه فرصة ممكن فريق فرنسي آخر يتعلق الأمر بالأولمبيك ليوني بنتيجة هدفين، أن السيتي حاصر باريس سان جيرمان وضغط عليه وأجبره على اللعب في نصف ميدانه، بينما انطلاقة من الجهة اليسرى ناحية لعب دي بروين والعرضية خطيرة، ممكن جول ولا زالت موجودة الفرصة، جول رياض محرز يعود من جديد، فعل رياض، عاد رياض ليسجل ويمنح الأسبقية للسيتي كما فعل في مباراة الذهاب، هو يعاود الكرة مرة أخرى، يا لم انطلاقة، هنا دي ماريا حتى عبد الجال العرضية، ولكن متابعة من إيدرسون مورايش في نهاية الكرة، نيمار تقدم، نيمار عبر فيها خطأ، نعم نيمار يتحصل على ضربة حرة وربما فيها بطاقة صفراء أم لا، خارج أرضية الميدان، ندم نيمار يتهيأ، نيمار وفيها ركنية، نعم في نهاية المطار، مرفوع الكرة، ماركينيو والعارضة تحرم ماركي من هدف التعادل في لقطة أمام إصابة اللاعب كيمبيمبي، خطيرة مرة جانبية، دي ماريا كادي سجل هدف التعادل في لقطة خرج فيها حارس المرمى إيدرسون مورايش، الجهة اليمنى يعني الجزئيات البسيطة ممكن تهز في الطوب ريال محرز في هذه الفترة بالذات، ريال لأن الكل عنده يتحول، وسط الكرة لدي ماريا يرفع على القائمة الثانية من طرف اللاعب أنخيل، دي ماريا تخرج بعد، هاو رياض مع ووكر، دي بروين من جديد يتحصل على ركن، دي بروين في وضعية التسديد، اللاعب في العمق، فلورنسي ودي بروين من جد، رياض يرفع للكرة، رياض في الفودين في عملية اللاماركان، يسدد دي بروين، يراوغ دي بروين، ودي بروين أول تسديدة من جانب اللاعب دي بروين من خارج منطقة، فلورنسي في عملية الصعود، وفلورنسي تمشي ناحية اللاعب فيراتي، 32 دقيقة، عبدو ديالو يرفع للكرة، عبدو ديالو في نهاية المطاف، بعض الأحيان عبدو ديالو كان في وضعية ممتازة تسمح له، يعرض كيلور نافاس لانفراد، أرضية خطيرة مرة عالية، إيريرا من سدد ولكن رايع ما قام به عبدو ديالو قبل حين، عبدو كان ممكن تتعامل مع الكرة الماضي برانس قبل أسبوع، الضربة الحرة وعبدو ديالو الإعادة من جديد، شوف الإعادة، متعمدة من طرف اللاعب دي بروين، يلعب الكرة لبرناردينشينكو، دي بروين خطيرة، نيمار دخل، نيمار وسط ثلاثة لاعبين، وأندر فيها ركنية، أندر
في أرك. دي ماريا تقدم، دي ماريا، دي ماريا راوغ، دي ماريا داليا ماريا دوريا دوريا خطيرة دائما ولازالت الفرصة مرة جانبية. ما أروع انسلالك يا رياض، التسديدة من محرز وبعد ذلك برناردو سيلفا. شوف براين وحده، دي براين وحده ورياض محرز لا شيء. الهدف الذي سجله لاعب ريال محرز بوتشيتينو أول من يغادر في انتظار الحلول والبدائل وفي انتظار كيف سيلعب باريس سان جيرمان وكيف سيرو باريس. لقب آخر ينضاف إلى لقب الكالين على هذا الكلام وهو الذي يتم. يخرج عبدو ديارو حتى نيمار، نيمار لمن؟ نيمار يحاول لكن يدخل رياض محرز يمر ممتاز ومر على الثاني وفي صافرة. نعم عبدو ديالو يرتكب خطأ وبالتالي يلعب لرياض محرز. الكنترول جميل، الكنترول جميل. يعني صراحة رياض محرز لازم تتحلى بالمسؤولية. يا سيتي مهارسة ثاني ثاني نافاس، نافاس يبعد هذه الكرة وفيها وضعية تسلل. فعلت يا فرناندو لازالت الفرصة ونافار ونيمار ونيمار يا نيمار وتسيتشينكو يتدخل. اخر عبدو ممتاز، عبدو ممتاز، عبدو ممتاز، عبدو ديالو لمن؟ نيمار يرجع، نيمار سيتي تمشي كرة على جهة يمنى رياض محرز لمن؟ يبحث عن رياض محرز. ضغط سان جيرمان يفكر على مستوى الذهني ان المباراة انتهت. في تدخل، في تدخل واضح من رياض على جهة اليمنى. هنا فرصة العرضية في كرة صعبة جدا من انتر. دي ماريا ونيمار خطيرة، الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. جمية لعناصر مانشستر سيتي هناك على الجهة اليسرى، هذه المساحات المتاحة وهذه الانطلاقة وهذه المرتدة ودي بروين المساحات، دي بروين المساحات واللعب الكرة والعرضية. جول الثاني، الثاني. الليلة 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 ليلتك يا رياض، الليلة ليلتك يا رياض، هي ليلة الأبطال، هي ليلة الجزائري. رياض محرز يتوج هجمة مرتدة سريعة بثنائية تاريخية، سجل يا تاريخ. رياض مر من هنا، رياض تألق هنا، تألق في البريمير ليج وليلة الأبطال تكتب. ولكن التغيير الأهم هي لغة واليسار، البحث عن التسديد، تسديد فرناندينيو ملعوبة لنيمار، نيمار في خطأ، نيمار في خطأ بالفعل في مضايقة تابع من فلورنسي، فلورنسي الآن الصورة انقلبت. باريس سان جيرمان ومن يضغط أودن في إنذار. بطاقة حمراء، نعم بطاقة حمراء يا دي ماريا، يعني ضربتين في الراس توجع، هذا الثاني وبطاقة حمراء. ربما قد يسجل أهداف أخرى. تمشي لي في الفودين في خطأ، نعم الدفع كان واضح من فيراتي الآن. يعني زيتشانكو لو تسألني عن اللاعبين المميزين اليوم، صحيح رياض محرز حقيقة يسجل. رياض محرز ماذا سيفعل؟ في خطأ، في مضايقة واضحة، يعني التأكيد على أن لاعبي باريس سان جيرمان الآن صارت النرفزة واضحة تماما ومعناه أنه التركيز صار مفقود الآن. سو نافاس، سو نافاس كادير في الفودن، يدخل في الفودن، في الفودن جول. القائمة الأيسر، يريد الثالث رياض، يريد الثالث ودي براين مرة جانبية. فرصة وفي الفودان، وفي الفودان وقبل الهدف الثاني بلحظات تمشي كرة. يعني بعد كم؟ بعد 81 دقيقة. برناردو ممتاز، برناردو يتوغل، برناردو مرة واحدة. هنا الحديث عن تمشي كرة ناحية لاعب رياض محرز، مرات قليلة تشوف يمشي رياض وباكر فيها تعب متكررة. أريد أن أتذكر مباراة واحدة، ما ذلك وصل إلى نصف النهائي. يعني فادي بعفودين يخرج أغويرو يدخل، أنا على يقين يؤثر ككيليان مبابي، لكن هذا لا ينقذ ناحية لاعب رياض محرز. رياض في تدخل قوي يستفيد بالكرة، تالي هذا الوقوف لنيمار يؤكد بأنه فعلا شعور بأن اللقاء انتهى. نزلت عن نيمار، ماذا سيفعل نيمار؟ العرضية. نادي مانشستر سيتي على مستوى دوري الأبطال تمشي. تدخل كان في حق لاعب نيمار في صراع مع من؟ رياض. خطأ، 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 نعم خطأ والتدخل
خطأ التدخل كان منطقي مستحق نظرا للأداء الذي قدمه السيتي لا في مباراة الذهاب ولا في مباراة العودة. مباراة كان نجم الليلة رياض محرز الذي دخل التاريخ مرة أخرى ودون اسمه بأحرف من ذهب لأنه سجل هدفين حاسمين عبر بهما السيتي نعم نحو المباراة النهائية في انتظار المتأهل.